بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وأكرم خلق الله أجمعين، ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين وبعد. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، لا زال حديث الموصول حول دروس الأحياء. والحصة الماضية تكلمنا عن جزء من الدرس رقم 3 اللي هو النقل في النبات، واليوم بنكمل هذا الدرس بإذن الله تعالى. نسترجع الكلام اللي قلناه فيما يخص النقل في النبات. قلنا أول حاجة إن الخلية لما بتمتلئ بالماء بتكتسب ضغط اسمه الضغط الامتلاء. الماء بيتحرك من التربة إلى النبات بالخاصية الأسموزية. الأملاح والمعادن بتتحرك من التربة إلى النبات بعملية النقل النشط. الماء في تحركه داخل الجذر بيتحرك من خلال 3 ممرات. الممر الأولاني خارج الخلوي، الممر الثاني عبر الأغشية البلازمية الخلوي الجماعي، ثم الممر عبر الأغشية والرواء والجذور الخلوية. وقلنا بيستمر المرور حتى يصل إلى البشرة الداخلية الإندوديرمس، عندها في شريط كسبر يمنع مرور الماء من الممر خارج خلوي ويجبره على أنه يمر من الممرات الأخرى. ثم انطلق اتكلمنا على الضغط الجذري اللي هو نقطة تحرك الماء في الخشب أو في الأسطوانة الوقائية اللي أعلى. النهاردة بقى عايزين نفصل مع بعض إزاي بيتحرك الماء في الأوعية الخشبية للمسافات الكبيرة. عندنا بعض الأشجار عالية جدا، إزاي الماء بيتحرك فيها ويوصل لهذه الارتفاعات الشاهقة. الضغط الجذري يرفع لمسافة ولكنها مسافة غير كافية. طب يا ترى إيه الحاجات اللي بتساعد على صعود الماء لهذا الارتفاع الشاهق، خاصة أن النبات لا يملك لا مضخات ولا غيره؟ فالعلماء بدأوا يبحثوا في إجابة لهذه الأسباب. أول حاجة بحثوا عنها لقوا في تجربة بتاع الخاصية الشعرية. كل من خلال التجربة اللي قدامنا ديت، الأنبوبة الأولى قطرها واسع فالماء ارتفع مسافة قليلة، دي قطرها متوسط الماء مرتفع مسافة معينة، الأنبوبة الضيقة ارتفع ما شاء الله مسافة كبيرة. فقالوا خلاص يبقى إذن الماء بيرتفع أيضا بالخاصية الشعرية. ليه؟ لأن الأنابيب بتاع الخشب دقيقة جدا وبالتالي يرفع الماء لمسافات كبيرة. ولكن وجد برضو أن هذا الارتفاع غير كافي لتفسير الارتفاعات الشاهقة اللي بيصل في بعض الأحيان ل 30 و40 و100 متر في بعض النباتات. طيب، واللي بيساعد في موضوع الخاصية الشعرية هو قوة التماسك والتلاصق. قوة التماسك بين جزيئات الماء، جزيئات الماء بينها وبين بعضها قوة تماسك، وفي قوة تلاصق بين جزيئات الماء وجدران الخشب. قالوا يبقى لابد أن تكون هناك قوة أخرى تساعد على سحب هذا الماء من أعلى. يا ترى إيه هذه القوة؟ وجدوا ان عندنا قوه اسمها قوه الشد الندح. ايه شد الندح؟ الندح لما بيقوم نبات يقوم بعمليه الندح بيخرج الماء وجزيئات الماء احنا قلنا انها متماسكه، فكل جزيء يسحب الجزيء الذي يليه يسحب الجزيء الذي يليه وهكذا في سلسله متصله. فبيتحرك الماء بواسطه الشد الندحي من اسفل الى الى اعلى. وده يعني التفسير اللي العلماء قدروا يوصلوا له ان هذه الامور هي التي تساعد في عملية الشد الندح. طب ايه اللي بيساعد بقى في عملية الندح؟ ذكرناها قبل كده. عندي بقى لما بيحصل في الضوء بيسبب هجرة ايونات الكالسيوم، ايونات البوتاسيوم، بيسبب هجرة ايونات البوتاسيوم للخلايا الحارسة. طب لما يزيد تركيز ايونات البوتاسيوم في الخلايا الحارسة تصبح محلول مركز، يعني المحتوى المائي اللي فيها يقل، فيتحرك الماء من الخلايا المجاورة الى الخلايا الحارسة. طب لما بتمتلئ الخلايا الحارسة بالماء يحصل ايه؟ تمتلئ يبقى تنتفخ. طب لما تنتفخ احسنت يفتح الثغر. طيب العكس بقى، لو في غياب الضوء الايونات البوتاسيوم بتهاجر للخلايا المجاورة وبالتالي يزيد المحتوى المائي ويقل التركيز، فيتحرك الماء من الخلايا الحارسة للخلايا المجاورة فتنكمش ويغلق الثغر. واحنا عرفنا قبل كده ان العوامل اللي بتساعد على فتح وغلق الثغور كثيرة، منها الرطوبة، منها الرياح، منها الحرارة الى اخره. يبقى اذا النظريات اللي بتفسر النقل في الخشب اعتمدوا على عدة حاجات، مش قوة واحدة، ولكن في قوة زي الضغط الجذري، زي الخاصية الشعرية، قوة التماسك والتلاصق بين الجزيئات. كل ده بيساعد
القوة الأساسية بقى اللي بتشدد عملية اللي بت بتفسر عملية سحب الماء لأعلى وهي قوة الشد النتحي. طيب ده كان فيما يخص نقل الماء. طيب ماذا فيما يخص نقل العصارة الناضجة؟ نقل العصارة الناضجة اللي هو اللحاء، في اللحاء هيتم ازاي؟ ده اللي نشوفه مع بعض من خلال الصورة اللي قدامنا دي. العلماء وضعوا خاصية وآلية اللي هي نظرية التدفق بالضغط. بيقولوا ايه؟ في عندنا السكر لما بيتكون بيتكون في مجموعة من الخلايا اسمها خلايا المنبع. يبقى خلايا المنبع هي ايه؟ الخلايا اللي بيتم فيها بناء السكر، الخلايا اللي يتم فيها بناء السكر. وأوضح مثال عليها هي خلية الأوراق. وفي خلية تانية بتستهلك السكر هنسميها خلية المصرف، وهناخد مثال نموذجي عليها خلايا الجذر. كيف يتحرك السكر من خلية المنبع اللي هي في الأوراق عشان يتجه إلى خلية المصرف اللي هي فين؟ في الجذر. قالوا السكر الموجود في خلية المنبع بيتحرك بالنقل النشط من خلية المنبع للحاء. طيب فيقوم يزيد التركيز المواد المغذية في اللحاء، يعني الضغط الأسموزي للحاء يزيد، يعني يسحب الماء من الخشب إلى اللحاء. يبقى يتحرك السكر بالنقل النشط من خلية المصرف للحاء، ويتحرك الماء من الخشب للحاء برضو بالخاصية الأسموزية. بعد كده يتحرك السكر والماء مع منحدر التركيز لأسفل، هما موجودين فوق فيتحرك من أسفل إلى من أعلى إلى إلى أسفل. يوصل عند خلية المصرف اللي هي مين؟ خلية الجذر. يتحرك السكر الموجود اللي في اللحاء حاليا من اللحاء إلى خلية المصرف برضو بالنقل النشط. يعني يقل مستوى السكر والمغذيات في اللحاء، يعني يزيد المحتوى المائي، فيقوم يتحرك الماء أسموزيا من اللحاء إلى إلى الخشب ويعود مرة ثانية إلى الخشب. ويبقى كده فسرنا كيف تحرك السكر من خلية المنبع ووصل إلى خلية المصرف. نشوف هذا الكلام تاني مع بعض. يبقى أول خطوة معانا إن الفرضية اللي العلماء فسروا بها هذا الموضوع هي فرضية التدفق بالضغط. تتحرك السكريات من المنبع إلى منطقة تسمى المصرف. السكريات الموجودة في المنبع تتحرك إلى أنابيب اللحاء بالنقل النشط. ده يؤدي إلى أن الجهد المائي باللحاء يقل، فيتحرك الماء أسموزيا من الخشب إلى اللحاء. بعد كده ينزل الماء والسكر إلى منحدر التركيز لأسفل. وصل لغاية خلية المصرف، يتحرك بالنقل النشط السكر إلى خلايا المصرف. طب ويقل يزيد الجهد المائي، فيتحرك الماء من خلايا اللحاء إلى الأوعية الخشبية بالخاصية الأسموزية. وهكذا فسر العلماء آلية انتقال الغذاء الجاهز والعصارة الناضجة، مع ملاحظة إن العصارة الناضجة سرعتها أقل من سرعة الماء. سرعة تحرك العصارة الناضجة والسكريات أقل من سرعة الماء والأملاح اللي بتمشي في الخشب. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.